في البداية أنا بحب أتشكر لجنة بيت مال المقدس على هاي الفرصة اللي من خلالها قدرنا نقدم محتويات سواء سمعية أو بصرية تعبر عن بلدنا وعن وطننا، نقدر نشارك فيها في هاي الجائزة. فعلى سبيل المثال أنا قدمت عمل بودكاست هو بيحكي عن الموسيقيين اللي كانوا في إذاعة هنا القدس أول ما تأسست إذاعة هنا القدس، يعني في أواخر العشرينيات، وصارت النكبة الفلسطينية، اضطروا الموسيقيين الفلسطينيين يتهجروا من أراضيهم، من حيفا، من عكا، من القدس، من يافا، من نابلس، ولما هجروا راحوا على لبنان، سوريا، العراق، وساهموا في تأسيس أقسام موسيقية في الإذاعات العربية الأخرى. فهم أفادوا الإذاعات الأخرى العربية بتجاربهم الموسيقية، وهذا شيء كان ما تسلط عليه الضوء إعلاميا، فأنا حبيت أركز عليه وقدمه في عمل بودكاست. من خلاله وافقت اللجنة وكرمتني في هذا العمل، فأنا بتشكر لجنة بيت مال المقدس، بتشكر المملكة المغربية كمان على استضافتها إلنا إحنا كفلسطينيين هون، وأنا كتير سعيد بهاي الفرصة. طبعا هون دورة تدريبية تنظمها بيت مال القدس بالتعاون مع المعهد العالي للصحافة، ولا أعلم الاسم الآخر، المعهد أيضا العصري تابع لجامعة القدس. سيكون هناك تكريم لروح مدير قناة العيون السابقة، وتكريم لروح زوجي الراحل محمود معروف الصحفي الفلسطيني الذي كان يعمل في جريدة القدس العربي، وسيكون هناك أيضا تكريم لعدد من الصحفيين الفلسطينيين والمغاربة الفلسطينيين القادمين من فلسطين.